السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل طلابي وأحبابي طلاب الصف الثالث الثانوي. بإذن الله شباب هنشرح لكم المنهج كامل بالتفصيل على مدار العام، وهنستمر معاكم ونقف في ظهركم، بس محتاجينكم كده تعملوا حبة لايكات وحبة شيرات وحبة حاجات حلوة. يا معلم بيتكلم عن الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعيه. طب نمسكها واحده واحده عشان نفهم الباب دوت بيتكلم عن ايه. هنا كلمه استدلال معناها انتقال من شيء معلوم الى شيء مجهول، تمام كده؟ تمام. كلمه استقراء معناه انتقال من حاله فرديه الى حاله كليه. الاستقراء هو بعلم بينتقل من حاله فرديه لحاله ايه؟ كليه. والكلام ده يا شباب انا شرحته بالتفصيل في فيديو مخصوص اسمه اساسيات المنطق، اسمه اساسيات المنطق، فياريت تخش عليه وتتفرج عليه هتفهم كل حاجه. طيب وتطبيقه في العلوم الطبيعيه، ايه هي يا مستر تامر العلوم الطبيعيه؟ العلوم الطبيعيه يا باشا هي العلوم التي تخضع للمشاهده والملاحظه والتجربه. يعني ايه يا مستر؟ يعني علوم واقعيه. هي يا مستر بتكون علوم ايه؟ واقعيه، يعني انت علوم بتقدر تشوفها بعينيك، عكس مثلا الاستنباط. فالاستنباط علم مش واقعي، علم بيعتمد على التفكير العقلي المجرد، فهو علم مش واقعي. فبنطبق الاستنباط مثلا على الرياضة وعلى المنطق، فبنطبق علم الاستنباط على علم اسمه علم الرياضة وعلم ايه؟ المنطق. فعلم الرياضة والمنطق الاتنين يا شباب بيعتمدوا على التفكير العقلي المجرد، الاتنين بيعتمدوا على التفكير العقلي المجرد. اما الاستقراء ده يا مستر فانا بطبقه على العلوم الطبيعية. ليه؟ لان العلوم الطبيعيه من اهم مميزاتها ان هي بتعتمد على ثلاث حاجات: ملاحظه وتجربه ومشاهده. بتعتمد على ايه؟ على ملاحظه وتجربه وايه؟ ومشاهده. يبقى هنا الباب الاول يا شباب هنتكلم عن الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه على العلوم الطبيعيه. يبقى هنا الاستقراء مش بطبقه الا على العلوم الطبيعيه. طب ينفع الاستقراء اطبقه على الرياضه؟ لا. ينفع الاستقراء اطبقه مثلا على المنطق؟ لا، لان الرياضه والمنطق بيستخدموا علم تاني اللي هو اسمه علم الاستنباط. اللي هو اسمه ايه؟ علم الاستنباط. نرجع تاني للمزايا بتاعتنا. هنا الدرس النهارده بعنوان الاستدلال الاستقراء تطبيق في العلوم الطبيعيه. واحد، تعريف المنطق. ايه هو علم المنطق؟ خدتوا تعريف المنطق في سنه اولى ثانوي وثانيه ثانوي. يقول لك ان المنطق هو العلم الذي يهتم بوضع القواعد العامه للتفكير السليم. يعني علم المنطق دوت بيخليك تفكر صح عشان ما تقعش في الغلط. يعني علم المنطق بيجنبك الوقوع في الخطا. يبقى انت لو مشيت على اساسيات علم المنطق انت استحاله تقع في الخطا. علم المنطق هو العلم الذي يهتم بوضع القواعد العامه للتفكير السليم، وكمان علم المنطق بيخليك تميز ما بين ادله سليمة وغير سليمة، ويخليك برضو تميز ما بين أدلة كافية وأدلة غير كافية. كمان علم المنطق لو أنت فاكر بقى من تاني ثانوي يحرر الإنسان من تأثير العاطفة، يجعل الإنسان يختار ألفاظه بدقة. فده يا شباب علم المنطق. طب هنا في تعريف تاني لعلم المنطق في المنظمة هتشوفه دلوقتي. يقول لك تعريف آخر لعلم المنطق، أو في البداية واحد تعريف المنطق، يقول لك تتعدى تعريفات المنطق وتتباين. يعني هو بيقول لك ان تعريف المنطق كتير جدا ومختلفه، يعني ما فيش تعريف واحد لعلم المنطق، لا ده في اكثر من تعريف. وطالما في اكثر من تعريف يبقى التعريفات مختلفه، مش واحده. يبقى التعريفات يا شباب ايه؟ هتختلف، مش تعريف واحد. الا ان التعريف الاكثر قبولا هو علم الاستدلال. يقول لك هنا ان المنطق اكتر تعريف للمنطق واهم تعريف للمنطق، يقول لك ان المنطق ده هو علم الاستدلال. يقول لك يا شباب ان المنطق ده ايه؟ هو علم الاستدلال. وانا قبل كده عرفت الاستدلال. يعني ايه الاستدلال يا مستر؟ الاستدلال هو انتقال من شيء معلوم الى شيء مجهول. الاستدلال هو انتقال من مقدمه او اكثر الى نتيجه تلزم عنها. يبقى هو دوت تعريف علم الايه؟ الاستدلال. وهنا في بعض الناس قالت لك ان المنطق بيعتمد على الاستدلال. ان المنطق هو ايه؟ هو علم بيعتمد على الاستدلال. يعني اكثر تعريف شهرة ان المنطق هو الاستدلال، او الاستدلال هو علم المنطق. يعني الاثنين واحد، الاثنين واحد. طيب يا مستر توني في تعريفات تاني لعلم المنطق؟ يقول لك هناك تعريف اخر لعلم المنطق. يقول لك ايه بقى؟ هو العلم الذي يدرس
هو العلم الذي يدرس ويقيم الطرق والمبادئ المستخدمة في التمييز بين التفكير الاستدلالي الصحيح والتفكير الاستدلالي غير الصحيح. يعني المنطق بيخليك تميز ما بين حاجة سليمة وحاجة غير سليمة، حاجة كافية وحاجة غير كافية، حاجة صح وحاجة غلط. يبقى هنا علم المنطق دوت في تعريف تاني، ولكن المنطق دوت هو اللي بيخليني اميز ما بين تفكير سليم وتفكير غير سليم. تمام، بقول لك هنا بقى اقرا كده معايا. ويتطلب ذلك منا الاجابه على هذه الاسئله. في سؤال محتاج الاجابه، يقول لك هل تلزم النتيجه عن المقدمات؟ يعني طبعا النتيجه، علم المنطق بيقول لك ان في حاجه اسمها مقدمات تنزل تحتها النتيجه، فهل النتيجه ديت بتيجي من خلال المقدمات ديت؟ دي حاجه. اتنين، هل تشكل المقدمات اسبابا وجيها لقبول النتائج؟ يعني الموجود في المقدمات نزل في النتيجه ولا لا؟ هل السؤال الثالث، هل تطرح المقدمات اساسا مناسبه لاقرار النتيجه؟ يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لو المقدمات صادقه النتيجه لازم تنزل صادقه، لو المقدمات كاذبه النتيجه لازم تنزل ايه؟ كاذبه. وهنا انا دلوقتي عرفتك يعني استدلال، عرفتك يعني منطق، عرفتك يعني استدلال وعرفتك يعني منطق. طيب بص بقى يا معلم، في عندي حاجه اسمها منطق استنباطي وعندي حاجه اسمها منطق استقرائي. طيب انا اخدت قبل كده في اول حصه شرحت بالتفصيل الاستنباط والايه والاستقراء، يا ريت ترجعوا لاول حصه يا جماعه. طيب المنطق الاستنباطي بيعمل ايه؟ قال لك هو الذي يميز بين الحجج الصحيحه وغير الصحيحه. يعني المنطق الاستنباطي دوت يميز بين حجج صحيحه او فاسده. فاسده يعني غير صحيحه. يعني انا عايز اقول لك ان في حاجه اسمها حجه، في حاجه اسمها حجه شرحتها بالتفصيل في الباب الاول في الحصه الاولى. فالمنطق الاستنباطي ده يا شباب بيميز ما بين الحجج الصحيحه والحجج الفاسده. طيب المنطق الاستقرائي بيعمل ايه؟ قال لك لا، قال لك المنطق الاستقرائي يتناول التمييز بين الحجج القويه والضعيفه. يبقى هنا عايزك تفرق ما بين حاجتين، الاستنباط الحكم فيه بيبقى صحيح او باطل، الاستنباط الحكم فيه او الحكم عليه بيبقى صحيح او ايه او باطل، اما الاستقراء فالحكم عليه بيبقى قوي او ضعيف، بيبقى يا شباب ايه قوي او ضعيف. عشان كده بص هنا بيقول لك ايه ملحوظه، يتم استخدام مصطلحي الاستدلال والحجه بصوره تبادليه. طب بص انا قبل كده قلت لك يعني ايه استدلال، انتقال من شيء معلوم لشيء مجهول. طب يعني ايه حجه؟ نقولها تاني التعريف بتاعها، نقول التعريف بتاع الحجه تاني. الحجه يا شباب هي مجموعه من المقدمات يطلق عليها قضيه تلزم عنها نتيجه. ازاي يا جماعه؟ حابب اعرفك ايه الفرق ما بين الاستدلال والحجه. انا قلت لك ان الاستدلال دوت هو انتقال من شيء معلوم الى شيء مجهول، او انتقال من مقدمه او اكثر الى نتيجه تلزم عنها، فده اسمه ايه استدلال، ده اسمه يا شباب استدلال. الحجه يقول لك ايه؟ يقول لك الحجه هي مجموعه من القضايا او مجموعة من المقدمات، المقدمات يطلق على المقدمات ديت قضايا، يطلق على المقدمات قضايا تلزم عنها نتيجة. الحجة هي مجموعة من الايه؟ من المقدمات، مجموعة من المقدمات، المقدمات ديت انا بسميها قضية، المقدمات او القضية بتلزم عنها نتيجة. يعني الحجة شكلها كده مثلا، مقدمة مقدمة ثم نتيجة، فالحجة بتبقى الشكل ده، مقدمة ومقدمة ثم ايه؟ ثم نتيجة، فدي اسمها ايه؟ حجة. التلاتة دولت على بعض اسمهم ايه؟ حجة، اللي هي المقدمات والايه؟ والنتيجة. فأنا عندي مثلا المنطق الاستنباطي أو الحجة الاستنباطية، عندي مثلا الحجة الاستنباطية أنا بطلق عليها أو توصف الحجة الاستنباطية بالصحة والبطلان. يعني دايما الحجة الاستنباطية لا إما تكون حجة صحيحة أو حجة باطلة. باطلة يعني فاسدة برضه، مش تفرق يعني، عارفين ما تقفش على الكلام يعني. فالحجه الاستنباطيه ممكن تبقى باطله او ايه او فاسده، عكس الحجه الاستقرائيه مثلا. فدايما الحجه الاستقرائيه توصف بالقوه والضعف، دايما الحجه الاستقرائيه ممكن تبقى الحجه قويه او الحجه ايه او الحجه ضعيف. يبقى هنا ركز معايا، عايزك تفهم الحته دي مني، عايزك تفهم الحته دي مني. يبقى هنا يا مستر تامر، الحجه الاستنباطيه ليها كم صفه؟ ليها صفتين، توصف الحجه الاستنباطيه بالصحه والبطلان. طب الحجه الاستقرائيه؟ لا، الحجه الاستقرائيه يا مستر توصف بالقوه والضعف. طب ايه اللي بيتوصف بالصدق والكذب؟ قال لك لا،
اللي بتوصف بالصدق والكذب يا جماعه المقدمات. المقدمات هي التي توصف بالصدق والكذب. المقدمات هي التي توصف بالايه؟ بالصدق والكذب. نرجع تاني لملحوظه رقم 2، بيقول لك يتم استخدام مصطلح الاستدلال والحجه بصوره تبادليه كما لو كان مترادفان. يعني هنا بيقول لك ان الاستدلال شبه الحجه. طبعا الاثنين شبه بعض بالظبط، الاثنين شبه بعض بالظبط. الاستدلال هو انتقال من مقدمه واقصى لنتيجه تلزم عنها. الحجه نفس التعريف بس بطريقه ثانيه، هي مجموعه من الايه؟ المقدمات، يطلق عليها ايه؟ قضيه تلزم عنها نتيجه. يعني برضو مقدمات بتنزل تحتها ايه؟ نتيجه. الاثنين شبه بعض، في بعض الاختلافات البسيطه كده هقولها لك بس لما نجي لها. في بعض الاختلافات البسيطه ما بين الاستدلال والحجه لما نجي لها اقولها لك. طب تعالى كده على ملحوظه رقم 3 اللي انا لسه قايله حالا، اللي انا لسه قايله حالا. توصف الحجه الاستنباطيه بالايه؟ سامح حد شاطر بيقول لي اتوني الصحه والبطلان، برافو عليك. طيب توصف المقدمات والنتيجه بايه؟ قال لك سامع برضو حد شاطر بيقول لي يا مستر المقدمات والنتيجه انا بوصفها بالصدق والايه؟ والكذب. تمام. توصف الحجه الاستقرائيه بايه؟ قال لك بالقوه والضعف. توصف الحجه الاستقرائيه بالقوه والضعف. تمام كده؟ تمام. تعالى على تعريف الاستدلال، انا لسه قايله بس هنأكد بقى عليه. هنأكد عليه. بيقول لك المعنى الاصطلاحي للاستدلال. المعنى الاصطلاحي مش اللغوي، المعنى الاصطلاحي للاستدلال. يقول لك الاستدلال هو تلك العملية العقلية التي نستخلص منها النتائج. الاستدلال عملية بتتم في دماغي باخد منها ايه؟ نتيجة. يعني ايه؟ يعني بحط المقدمات وبوصل من المقدمات لحاجة اسمها نتيجة. يبقى هنا الاستدلال هو عملية عقلية. الاستدلال هو عملية عقلية نستخلص من خلالها ايه؟ النتائج. طب تعالى كده على تعريف الحجة. يقول لك الحجة فهي تختلف عن الاستدلال. مش انا قلت لك ان الحجة والاستدلال شبه بعض قوي، بس في بعض الاختلافات ما بين الحجة والاستدلال. بص يا معلم، اما الحجة فهي تختلف عن الاستدلال حيث تشير الى استدلالات استنباطية واستدلالات استقرائية. طب نرجع تاني معلش، الاستدلال عملية عقلية. الاستدلال ده هو عملية ايه؟ عقلية. طالما عملية عقلية يعني بتتم في الدماغ. طب ايه العلوم اللي هي بتعتمد على الدماغ؟ علم الرياضة وعلم الايه؟ المنطق. طب علم الرياضة وعلم المنطق ده بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا يا مستر على الاستنباط. بيعتمدوا على ايه؟ على الاستنباط. يبقى الاستدلال هيعتمد بس على الاستنباط. ركز معايا. يبقى هنا يا شباب الاستدلال ده هيعتمد بس يا مستر تامر على الاستنباط بس. اما ركز بقى معايا، اما الحجة فسوف تعتمد على حاجتين، هتعتمد على الاستنباط اللي هو التفكير العقلي، وهتعتمد على الاستقراء اللي هي العلوم الطبيعيه اللي هي بتعتمد على الملاحظه والتجربه والمشاهده، من الاخر الحاجه الماديه. يبقى هنا الاستدلال بيعتمد على علم واحد اللي هو الاستنباط، اما الحجه فبتعتمد على الاستنباط بلس الاستقراء. يبقى الفرق ما بينهم ان الاستدلال بياخد الاستنباط والحجه بتاخد الاثنين. والحجه بتاخد الايه؟ الاستنباط مع الاستقراء. والحجه يا شباب بتاخد الاستنباط مع مين؟ مع الاستقراء. يا رب تكون الفكره وصلت. تعالى بقى على هندرس الاستنباط والاستقراء في التفسير التقليدي. هندرس الاستنباط والاستقراء في التفسير التقليدي. كلمه تقليدي يعني قديم. طب مين اللي حط الكلام ده يا مستر؟ مين اللي حط الاستدلال اصلا؟ ارسطو. ارسطو يا شباب هو اللي اسس العلم ده. وارسطو قسم الاستدلال لنوعين. ارسطو قسم الاستدلال ده لنوعين، قال لك الاستدلال بينقسم الى استنباط واستقراء. قال لك يا شباب ان الاستدلال ده بينقسم لحاجه اسمها ايه؟ استنباط وايه؟ واستقراء. طب تعالى كده على الاستنباط واحده واحده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك قسم ارسطو الاستدلال الى قسمين، هما الاستنباط اهو والاستقراء اهو. طيب هنمسك الاستنباط. طب يعني ايه استنباط؟ ما انا شرحتها في الباب في الحصه الاولى يا جماعه، في حصه الاساسيات يا ريت تخشوا عليها. الاستنباط هو كل استدلال لا تتجاوز نتيجته ما ورد في المقدمات. نقول من تاني. الاستنباط هو كل استدلال، يعني الاستنباط ده استدلال، يعني الاستنباط نوع من انواع الاستدلال. ركز معايا. يبقى مين الكبير؟
الاستدلال ولا الاستنباط؟ لا، الاستدلال اكبر من الاستنباط، لان الاستدلال يشمل الاستنباط ويشمل الاستقراء، لان الاستدلال ده يا شباب بيشمل الاستقراء والاستنباط. يبقى هنا حاجه بديهيه، لما اقول لك الاستنباط هتقول لي هو كل استدلال، لما اقول لك استنباط هتقول لي يا مستر توني هو كل ايه؟ كل استدلال لا تتجاوز نتيجته ما ورد فين في المقدمات. ما طالما اسمه استدلال يبقى هيستخدم حاجه اسمها مقدمات هتلزم تحتها نتيجه. ركز معايا. طب النتيجه مالها؟ النتيجه بص الشكل ده، مقدمات زائد مقدمات بتساوي نتيجه، ده اسمه استنباط. ده اسمه ايه؟ استنباط. طيب تعالى كده معايا. فدايما في الاستنباط النتيجه لا تتجاوز ما ورد في المقدمات. يعني يا مستر تامر؟ يعني هنا الاستنباط بيكون اصغر في النتيجه من المقدمات، يعني النتيجه بتبقى ايه؟ اصغر من المقدمات. هنا يا شباب دايما في الاستنباط، دايما يا شباب في الاستنباط دايما النتيجه لا تتجاوز ما ورد في المقدمات. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هو عايز يقول لك دايما النتيجه بتبقى اصغر من المقدمات. طيب امتى تبقى اصغر؟ لو فيها بعض. امتى تبقى اكبر؟ لو فيها كلمه كل. يعني مثلا لما اقول لك كل الناس يبقى دي كبيره، لما اقول لك بعض الناس دي صغيره. ده مثال ساذج عشان تفهم. طب بص، يبقى هنا الاستنباط، بص معايا، هو كل استدلال لا تتجاوز نتيجته ما ورد في المقدمات، يعني النتيجه اصغر من المقدمات. بص جابها لك بشكل تاني، قال لك ان كل استدلال استنباطي تاتي النتيجه فيه، كل استدلال استنباطي تاتي النتيجه فيه دائما مساويه او اصغر من المقدمات. يعني دايما في الاستدلال الاستنباطي النتيجه بتبقى اصغر او بتساوي المقدمات. طب تعالى كده معايا بص على المثال ده. مثال رقم واحد، المقدمه رقم واحد بيقول لك ايه؟ كل العزاب غير متزوجين دوت، المقدمه هنا كبيره ولا صغيره؟ المقدمه هنا عام ولا خاص؟ لا يا مستر تامر، المقدمه هنا كليه يعني عام. طيب تعالى على المقدمه اللي تحتها، ايمن اعزب، المقدمه ديت كبيره ولا صغيره؟ لا تبقى صغيره، تبقى خاص. طب بص بقى النتيجه، اذا ايمن غير متزوج، اذا ايمن غير متزوج. طيب ايمن هنا بتكلم على الكل ولا بتكلم على الخاص؟ لا بتكلم على الخاص. يبقى هنا اول مقدمه عام، تاني مقدمه خاص، تالت مقدمه خاص. طيب ركز معايا، هنا النتيجه خاص وفي المقدمه عام، يبقى النتيجه اصغر من المقدمه. طيب ماشي. تاني حاجه، في النتيجه في خاص، النتيجه خاص وفي المقدمات المقدمه الثانيه خاص، يبقى النتيجه بتساوي المقدمه الثانيه. يبقى هنا دايما الاستنباط، دايما الاستنباط النتيجة بتاعته بتساوي او بتكون اصغر من المقدمات. النتيجة لا بتساوي لا اصغر من المقدمات. عشان كده بص معايا هنا بيقول لك في الاستنباط هو الانتقال من العام الى الخاص. يعني الاستنباط بينتقل من حاجة كبيرة لحاجة صغيرة، تمام، او من الكل الى الجزء، او بينتقل من ايه يا مستر؟ بينتقل من الكل الى الجزء. طب بص كده المثال الثاني، بيقول لك مثلا كل الجنود ابطال، عام ولا خاص؟ عام. المنسي جندي، عام ولا خاص؟ لا خاص. اذا المنسي بطل، عام ولا خاص؟ لا خاص. يبقى هنا النتيجه بتساوي او اصغر من المقدمات، النتيجه هنا بتساوي او اصغر من المقدمات. خد المثال الثاني، كل المعلمين شرفاء، عام. محمد معلم، خاص. إذا محمد شريف، خاص. يبقى هنا النتيجة بتساوي أو أصغر من المقدمات. يبقى هنا دايما الاستنباط يا جماعة، دايما الاستنباط النتيجة فيه بتساوي أو أصغر من المقدمات. تمام كده؟ هنروح على الاستقراء، وطبعا الاستقراء هو نوع من الاستدلال برضه. دايما الاستقراء هو نوع من أنواع الإيه؟ الاستدلال. طب تعالى كده بص معايا، هتلاقي بقى في الاستقراء العكس، يقول لك إيه؟ هو كل استدلال تأتي فيه النتيجة أكبر من المقدمات. يعني النتيجة دايما بتكون أكبر من الإيه؟ من المقدمات. دايما النتيجة يا شباب بتكون إيه؟ أكبر من المقدمات. يعني دايما هتلاقي النتيجة فيها كلمة كل، كل المعادن، كل الناس، كل الأشرار. طب بص خد المثال، بص المثال دوت، بيقول لك الحديد معدن يتمادى بالحرارة، خاص ولا عام؟ خاص. طب المقدمة اللي بعدها، النحاس معدن يتمادى بالحرارة، خاص. المقدمة اللي بعدها، المنجنيز معدن يتمادى بالحرارة. يبقى هنا المقدمات كلها خاص. بص كده على النتيجة، إذا
كل المعادن ما لها قال لك تتمدد بالحرارة. هنا يا شباب جاب لك النتيجة أكبر من المقدمات. جاب لك النتيجة إيه؟ أكبر من المقدمات. طيب هنا في كلمة اسمها نلاحظ. هنا النتيجة أكبر من المقدمات. دايما النتيجة يعني بتكون إيه؟ أكبر من المقدمات. إذن الاستقراء ينتقل عكس بقى الاستنباط. الاستقراء ينتقل من خاص إلى عام. يعني بينتقل من حاجة صغيرة لحاجة كبيرة. حيث أن النتيجة في الاستقراء أكبر من المقدمات. أكبر حيث أن النتيجة مالها أكبر من المقدمات. لأن المقدمات لم تتناول إلى نوع محدود. دايما المقدمات بتبقى خاص يعني من المعادن. ثم انتقلت إلى تعميم يشمل جميع أنواع المعادن. هنا بيقول لك الاستقراء من وجهة نظر أرسطو في ثلاث مميزات. الاستقراء من وجهة نظر أرسطو بيمتلك ثلاث مميزات. واحد أو دوت تعريف الاستقراء عند أرسطو. يعني ممكن نكتب عليها تعريف الاستقراء عند أرسطو. وأرسطو حط ثلاث تعريفات خدناهم قبل كده. واحد يقول لك الاستقراء هو إقامة البرهان على قضية كلية بالرجوع إلى الأمثلة الجزئية. إقامة البرهان على قضية كلية يعني قضية كبيرة على إيه؟ بالاستناد على الأمثلة الجزئية. طب تعالى كده. الحديد والنحاس والمنجنيز دي قضايا كلية ولا خاصة؟ لا خاصة. طب النتيجة كل المعادن تتمدد بالحرارة يبقى قضية كلية. يبقى أنا بقيم البرهان على إيه؟ على القضية الكلية ديت. يبقى هنا الاستقراء وانتقال من قضية خاصة إلى قضية كلية. هو عايز يقول لك كده. يبقى هنا إقامة البرهان على قضية كلية بالاستناد إلى الأمثلة الجزئية. ده أول تعريف. تاني تعريف هو التعريف بس بيحور عليك. بيقول إيه؟ وأيضا الانتقال من حالات فردية إلى قضية كلية. يعني هو بينتقل من حاجات صغيرة النتيجة دايما تبقى إيه؟ تبقى كبيرة. وكمان الاستقراء وانتقال من شيء معلوم إلى شيء مجهول. الاستقراء دايما بينتقل من حاجة معلومة أنت عارفها لحاجة مجهولة أنت مش عارفها. مشيت في الشارع لقيت مقتول فهو بالنسبة لك معلوم، فأنت بتدور على القاتل، فالقاتل بالنسبة لك إيه؟ مجهول. يبقى هنا اتكلمنا عن الاستدلال وقسمنا الاستدلال لنوعين. قسمنا يا شباب الاستدلال لكم نوع؟ لنوعين، استدلال استنباطي واستدلال استقرائي. عرفنا المنطق وعرفنا الحجة وعرفنا كمان الاستدلال. اشوفكم ان شاء الله في حصة قادمة. بس ما تنساش تعمل لايك كتير، تعمل لايك كتير وتعمل شير كتير عشان خاطر انزل لك المنهج باستمرار. كان معكم تامر التوني. السلام عليكم.